بسم الله الرحمن الرحيم. في رحاب الأصفياء لاح بدر الأوفياء، ولد العباس فهنا يا محب الأتقياء، يا محب المصطفى والأصحاب الوفاء، ولرب الكون وحيد وله لب النداء، قمر بين البدور لاح وازداد السرور، ولد الأخ المواسي لابن خير الأنبياء. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي: لما حملت أم البنين بأبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ازداد أهل البيت حبا لها، وأحاطت بها العناية الإلهية والرعاية النبوية ولطف الإمامة العلوية، وكانت تعتني بها الحوراء زينب وأختها أم كلثوم عناية فائقة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتني بها أسماء بنت عميس وخادمتهم فضة. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صار لحملها 3 أشهر وقرب مولد قمر الأقمار ونور الأنوار وخيرة الأخيار المسمى بالعباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما كان يوم الجمعة 24 من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة النبوية، إذ أخذ أم أبي الفضل الطلق فأخبرت نساء بني هاشم، فكنا معها زينب وأم كلثوم وأسماء بنت عميس، وفي الظليلين منها مات للنساء من النساء وقت الولادة، فبينما هن كذلك وإذا بأم البنين وضعت بأبي الفضل العباس أفضل الصلاة. والله منهل القمر كان بشعاع يبان، منهل طفى وصبح يشع عباس، منهل علي بيوم الولادة سأل، علي بيوم الولادة سأل، منهل منهل هل عباس أبو جفوف السخي صلوات، من طال أبو جفوف السخي وطول، من طال الشمس لادت ورا العباس، من طال أهو العباس أبو النوماس بيرباس حار الراس، أقسم بالفلق والناس، من طال من مثله نسب، من طال صفى العباس خلي يحكي هنية. والله بيها يا صاحبي مولد العباس، بيها عطر من جنة الفردوس، بيها رابع يوم من شعبان، بيها قمر هاشم بيه زود وحمية، عداها صفى بعباس باللي من عداها، وإذا تعدني أستعد من عداها، كتب شاعر كتب تاريخ شاعر من عداها،
من عداها صفات بحيث شتعد موش هي صلوات.